بقالي في كريدي أجريكول عميل 3 سنين، بدأت على ماي فيرست لأن هي اللي كانت افيلبل للسن بتاعي ساعتها، وبعد ما عديت السن بقيت اوبتيم. كمان الكاستمر سيرفيس عندهم كويس قوي، لما بروح اخد رقم مش مطول خالص، بيبقى الموضوع ماشي بسرعه. الكاستمر سيرفيس عندهم يمكن في بنوك تانيه بيبقى الموضوع بطيء شويه زياده عن اللزوم، بس هنا الموضوع سريع وبيخلص على طول. لا انا مبسوط في كريدي اجريكول بصراحه، زي ما قلت لك الكاستمر سيرفيس والانترست ريتس، يعني هي الواحد الحاجات بيدور عليها في اي بنك.